عايزه اتكلم بقى عن تطوير المزلقانات، لانه الحقيقه ده ملف مهم جدا. اكيد حضرتك تعلم جيدا اكتر مننا انه اسباب الحوادث اللي حصلت على مدار الفترات الماضيه جزء كبير جدا منها كان بسبب عدم تطوير المزلقانات او بسبب تدخل العنصر البشري فيها، لان احنا لسه ما غطيناش 100% الكهرباء المزلقانات او التحول الى النظام الالكتروني اللي بيستبعد العنصر البشري. ايه اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت؟ احنا طورنا قد ايه من المزلقانات ومتبقي قد ايه؟ وده محتاج ميزانيه قد ايه؟ تمام. طبعا المزلقانات انا عندي 1332 مزلقان قانوني، مزلقان قانوني شرعي على مستوى الشبكه كلها. احنا فعلا شغالين بنطور هذه المزلقانات، يعني احنا دلوقتي في مجموعه التعاقدات الجاريه حاليا شغالين في حوالي 1100 مزلقان من ال 1332 مزلقان. ايوه. طبعا احنا في اعمال تطوير بتتقسم الى نوعين، تطوير مدني وتطوير استكمالي تطوير تحكم. التطوير المدني انا عندي مزلقان حاره واحده، يعني حاره واحده واتجاه واحد. طبعا تكدس المرور لما يكون في عربيه في اتجاه عربيه على المزلقان بيحصل عمليه تكدس، فبتعمل مشكله جدا في المرور على المزلقان. فطبعا انا التطوير المدني للمزلقان بعمل عمليه فصل حارات، بعمل اتجاه طالع اتجاه نازل وجزيره في الوسط. بعمل حضرتك في مثلث رؤيه، بحيث صاحب المركبه لما بيجي بيتحرك لازم يشوف القطر في الاتجاهين، اتجاه الشمال واتجاه اليمين، عشان يقدر يتحرك. فطبعا موضوع تطوير المزلقان، عمليه مثلث الرؤيه الواضح، مثلث الرؤيه لازم يكون واضح. بنعمل غرف مزلقان طبعا ادميه، بنعمل اسوار بنحدد بيها المزلقان. ده الشق بتاع التطوير المدني للمزلقان. بالاضافه طبعا للمداخل والمخارج بتاعه المزلقان لازم تكون في انسيابيه بالنسبه لحركه المركبات على المزلقان. الجزء الاخر بقى، الجزء الاخر بقى ده استكمال للجزء ده، وهو التحكم. طبعا ده التحكم ان احنا بنعمل عمليه غلق وقفل البوابات بتاعه المزلقان الكتروني عن طريق اقتراب القطار. القطار لما بيجي بيقترب من مسافه معينه على المزلقان بيقفل اوتوماتيك المزلقان. جميل.